بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيثما ثن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنفك ربي السر ذلي سر يرني يون ثلاثا سر كن أحفظ ربي إن شاء الله من كل بلاء وقذي مثنث في لسني عفو ربي نرحم ربي صرح ميسي وسعن إموضان يحسني هل حين مذق خاما أما ذيس فيطراث أثنيش فو ربي خنويا وكي سعن ثزمرته خن يرنو ربي إن شاء الله ثزمرته تنوزو ذي السواق أكون يفكى ربي ثزمرث نتزمورث أكن قارني مزورة أين تبغى ميقضى أين تقاذ ميقضى أكون يفكى ربي الخير أنتخر سلفرح ذم قران نرزد في اللون أن داي زوار وول إذ بعيث وضار ذا وال إذ قارني مزورة أن داي زوار وول أضار ذي ذبع فالقلب يسبق البدن قلق ذي زمان نحوج كرا المواضيع يثذر النغ نكني أي غر خطر حياة الناس صارت معقدة جدا الحياة معقدة زيك الحياة بسيطة تسهل غست ساعة وغرن ثوعر ولا شي طومبيلات ولا شي تراكتور ولا شي كاميون ولا شي فردان ولا شي تريسيتي ولا شي كليماتيزور ولا شي لي بورطابل ولاش معنى خاط ثلا الزيله الا وين نظن الدوابة الا وغيول ونتسير الخير نسنيا وكاش شو خدمني ثوذرين شو خدمن اثمور ثنا لا السواق تسملين الغاشي ديال الجمويا ديال الجنازات ديال السواق الحياة بسيطة حياة اليوم حياة معقدة كبار علماء الدنيا الآن أدقارا أصعب مرض يتسيذرني مذانا أمراض النفسية الجانب السيكولوجي إلا ويون قرنس برنارد أتصيقلا يعني يدفذرا كان يوناسي نصيصا يون اسمس إدوارد سبنسر جولز اسمس كان يفن ماشينغ إدوارد سبنسر جولز وقي خدمت كتاب إنّ ذي المقدمة إنّ أكثر من 80% من العمليات الجراحية لزوبيراسيون خدم المدن ويثعب بوطيس وكل يونان دا إنّيك لا معنى لها سأنتر المعنى أي غر إنّيك خطر العمليات تداوي الأعراض لسيمبتوم الأعراض ونتسال حقيقة دخل الطان وراني خام ذي السولة لهلاك داخل الجانب النفسي السيكولوجي من بعد الناد الحياة المعقدة ذنتي دي تساكن لهلاك ثاقي الطناقي إث نفسيث مثل إث نفسيث من بعد ذي هلك أثناء قرحة القرويس أثناء الشقيقة أثناء المعديس أثناء الاسترس نيت إرنو لونغواس إرنو ولا حول ولا قوة إلا بالله إذ غام ذي ثاقرة يفكد العنوان تكتب ثيس اسمي سورة سقوذ لا تخف هذا هو العنوان لا تخف ذوال إن كنت قبالي قرنوال إفنو يتهدو أتظن ساعة الجنازة يموتون عزيز في الناس أدرزون المؤمن يكون يشفان مارسين لك يعظم ربي لا جارة يرحم ربي أول أسفك نفوذ سوال أسفك نفاد أسفك نسيرم ذوال إفنو يتهدو إزيزدي يسلوغو إجبر يتروزو نهضو راكي مزورة ها ولا ما إلا نعاوذي ثنيد نعاوذي ثنيد ونعاوذي هذيك السن خاطر ذا والد جان إمزورة يسعانا زر ذا مقران أول إفنو يتهدو أول إزيزدي يسلغو أول إجبر يتروزو أول يتسود شوال ذا غي تسود ثلويث صافي كل شيء ذا وال بعد ما نوالر الشرعيث أنا في ذقوة ولا ربي ربي هضرت فوال إناد وقولوا للناس حسنا حس أول زيضا يقار ذا ربي ذقواليس ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة أول كلمة طيبة كشجرة طيبة
أصلها ثابت وفرعها في السماء. إفكا يغد التشبيه التمثيل الطجرة أتوعد الطجرة يقارني قبيلة ولاش تا الشيطان وريهوز واضو ولاش تا الشيطان وريهوز واضو أظو أذيهوز تا الشيطان أمعنى وري الزميرة ذي قلع الطجرة ما إلا إزوراني سوثن ذي القاعة تجهد أتيهوز وتيق العارة ذي نميك شبه ربي الكلمة الطيبة الطجرة الطيبة ذي نمي ثورا كني أتفضيوني جدوال يسعى القرن من الزمان ما في دنفذر أهيد نفذر كان سويني لهان أسيني الفلاني الناد ناصر الدين المشدالي هي الناد الشيخ المولود الحافظي هي الناد عمروش مولود إيجاد سدوض ما دنفذر تصل القائمة مقرث هذه كان جواب أول المشداليون مما سجد في الانترنت كتب كان كا يوم بوال المشداليون أدفغني مشدالا أدفغني مسنوا أدفغن وقد دي جان لاثر غسمتنا شحاليا أمعنى لاثر سني قراد خطر تريكا تريكا لريتاج لانت سناث في التركة المادية أشو التركة المادية تحانوت ثمورث تزمورث أخام أخال ثقي التركة مادية ورثي ورثا أتورثن الورثة لزيرتي الورثة الفريضة في التركة النظام ذا شوت تركة معنوية فينا ويني فغانا ذي ورثة ذي ورث ولاش التركة مفتوحة أي غر مفتوحة للجميع أدي نصر الدين مشدالي تيذت ذا مشدال وقيد ظلاصليس دي زورانيس نفاث في كل مكان كل وثائق الدنيا المؤرخون كتب السير كتب التراجم أدفذر فلان فلان المشدالي في كوسرنون الزواوي في كوسرنون البويري نغبرج حمزة يعني البجاوي المعنى يس إزوران ذي زوران أذقي من أكن أمعنى التريكة دجان ويني فغانا ذي ورث أذي ورث تمسني ذي الفهامة ذي الميزان ثقي تركة علمية معرفية معنوية ويني فغانا ذي ورث أذي ورث لذلك يقرا مذيازنك محسوب يمضي الرجال ويبقى النهج والاثار ثقي تريكا ورث كفو ورث حفو اسقيم الفذا ذي الدنيث وهي من الاثر وربي سبحانه ان دستثرا امزورا ادي جنين الهان ذي القران في سوره الحشر الايه العاشره يناد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يكون مقدمة باش ديني غير الحياة المعقدة ذا شو دويس ذا ليسر اليسر أسنتنا عنوان درس اسميس أفري ذا ليسر والله يثمثنا نحواجك ونسينا أفري ذا ليسر باش من ذبع أفري ذا ليسر أني ذير ذي ليسر نعم كن قرني مزورة ذي السر ذي لي سر وإن شاء الله ثم ديث النغ أتيلي ثم ديث ثسع ديث ثم ربوح أغتيك ربي أكل من لا جميعا أفريد اللي سر ربي سبحانه وتعالى دينان ورزمير الإنسان بعقله سوى اللغيس أذي السين كلش محال أبو حامد الغزالي أبو حامد الغزالي وهو الأصح صاحب إحياء علوم الدين شو ديننا يناد العقل والنقل سينك مثل البشر مثل البصر والشعاع العقل يعني التلازم القائم بين العقل والنقل كالتلازم القائم
بين الشعاع والبصر. ذا شو المعنى بوال؟ يون دين غوري زميرارا أذي وعو أذي والي ثغاوسا سوى ما إلا لنسين شروط إلى قذيلي يزري ثيطي توالين أرنو يستفاف خطر ذي طلام غسي الله يزري وثعقل ضارة ذا ما إلا ذي ثفاف ولا شي يزري نغا تفضيون إسعان يزري قلنا النيس وزميرا ذي وعو إلى قذيلي نيسين إن دا المجسمات لا تدرك إلا بالبصر والشعاع فيط يزري أو تفاف وكذلك الحقائق الكبرى الأخرى كامل لا تدرك إلا بالنقل والعقل. ذا شو يقصد النقل؟ الوحي معناه القرآن وكذ السنة. العقل ذين يغدي يفكي ربي يفكي يغدي ربي اللاغ يفكي يغدي ربي العقل نمس فهم إلى قث نستخدم إيسين لو كان دياسي وندينا غديني إن كينو رحواج غارة سعيغ العقل مقار أسنيني أكن تفغض سعيغ العقل العقل أجي محدود ماهوش بلا حدود هو محدود هو العقل مثل البصر يزري محدود شحال ما تصوعوض تصوعوض لما ذي الحيض سي الحيض كي نثوعي ضرا ام الزوغ محدود اتصر ذي الصواف يخي قرفن والصدر الصوتي بعدن ذا حاسة الشم اتصر ذي السريحي مليح هذي عدي ريخام لكني داكي خدم من السفنج داكي خدم من ثغريفين داكي لانه قال يسعان في الجهد وري زميره سيني هذا كان سريح سيغر ساقفو وزميره لا كل شيء محدود ولا ذي العقل محدود خاطر فيك ولاكي لانه قالهم يعرقوا فريد اصحاب الفكر العقل هذاك الذين يؤلهون العقل وفي التاريخ نماذج كثيره ممن يؤله العقل أشين العقل بلا الحقيقة لا الحقيقة لا إلا قل عبد ذي سرسي مانيس أذي الحكانة كدين ربي إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا أوري زميريون أذي شري القاعة سيضارنيس أكن يفغو إلا يجهد أوري زمير أذي غلف أذرالس القديس أكن دين ربي إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. لذلك يبض وقت الشيخ يرفع الأذان يبضت يرفع الأذان أول وإن شاء الله ما رفع الأذان تفضل الشيخ أذان فيه أكاشيخ ورقة لي يعني محضر عفوا القرار رسمي ليأذن بجمع التبرعات لمسجد عقبة بن نافح عند ديو سواقي قرية ولاد الشيخ البلدية قروما الدائرة الأخضرية يوسق يوم الجمعة 16 أوت 2024. بالمناسبة يعني المدرسة القرآنية نهنئكم ونهنئ أنفسنا بهذا المشروع المهم جدا وهو مشروع بناء مدرسة قرآنية كوني بارك يا ربي فالمشروع عقي المدرسة القرآنية ذاك ذا قرب الجامعة الله يبارك إن شاء الله ذي المشروع نسير مد يسواس ويسعى الطيلار إن شاء الله أن حضريك وأن فرحيك مرا يفتح تفتح المدرسة إن شاء الله المعاونة وكفوس دكفوس باش المشروع يقول يسعى الطيلار وما رزق مساعة بينا ريقذشن أما الجوامع بناء المساجد بيوت الله أما المدارس القرآنية ما جاء على أصله لا سؤال عليه ثمنطة قلنا ثمنطة القرآن ثمنطة الدين تجدي ثنني في ذي الحرمان ترقزة وإن شاء الله في قذقي ذي القيم لفالور القيم ولا قرض مثنت إن شاء الله ذي دوني ثنة وبارك الله فيكم جميعا. إذن نبضد باللي التلازم بين البصر والشعاع إلى ذا التلازم بين النقل والعقل العقل أكنيف غوي لبافيس مقر العقليس
وريزمير راه هذا يفهم كل شيء، يحواج الى الوحي. بل سمحتي الوحي النقل ذنتسا يقف كنزال الى العقل، ذنتسا يقف كنزال الى العقل. اتفض ربي ذي القران اتصل لا ياثندا يتمسلي دا في العقل. مدينة أواخر سورة العمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، تفكر ثقي وظيفة من وظائف العقل، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ما شال مثغريض الأسترونومي علم الفلك أسوح ذا ربي كان ستطي سوال لغيه أسعوضي جنوان ذرار البحور الضيور ذورة أين دخل قاكو ربي سبحانه أسوح ضد ربي. من بعد مدينة وفي أنفسكم أفلا تبصرون، في سورة الذاريات الآية 21، وفي أنفسكم أفلا تبصرون وحظ ربي ذقين دي خلق ذك يزري ألني اللغي يمزغي الرادار يخدم اش 24 اتصل تصل اتصل دي صوت كرض كل شيء يحبس ولا ذي زري ولا اش خدمه سكا وري وعاره خاطر يطص. معنى الصوت ذوا حتى القران الكريم اصحاب الكهف وضربنا على اذانهم سنين عددا ودينار على عيونهم نكوني ذي قبايلي ثنا ما يولدين ذي الطص ذي القنت والنيس مادام قنت والنيس هي الطص يونور الزميرة ديني حبسني مزاغي سخاطر ونصرارة. ولكن إذا كان ربي سبحانه كاسمي يفغى الحكمين أصحاب الكهف أذ قيم لك المدة أني ثم قرآن إذ غى ربي عطل هذا الرادار حاسة السمع للمدة المعلومة وضربنا على آذانهم سنين عددا. ذيني مدينة ربي وفي أنفسكم أفلا تبصرون في سورة الذاريات سورة ياسين الآية 36، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. في سورة فصلت الآية 53، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سبحان الله وين يسخذ من اللاغيس مليح أذيا وضغر في ذت ثم قرانت أذي السن ربي عزيزا يقينا. المهم أذي ناذيغ في ذت إمزور قارن وينو ذان يوفى ها سين مسلاين وينو ذان يوفى مران سلك وقال دي الشمل الإسلامي مقارن علماء كبار ودشي منارة كانكا المس عن القناعة كاملة أم بعد شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثريا مثلا أنفذوا أدنفقن لسرقان دايلا في مجالين ألف وباء، مجال العبادات ربدي قرع في إياك نعبد وإياك نستعين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نمس فهم. ولكن العبادة يجي ربي خدمت سليسر هذا فريد الليسر إن جرت ربي ولا ذي العبادة لا إله إلا محمد رسول الله ثانية الشمد قولة فرقيدس إمام النووي إنك الحقيقة حقيقة التوحيد ثلاثة إناد الإيمان يسكن القلب إقرار يعني بال إنك تصديق بالقلب إقرار باللسان تطبيق بالجوارح والأركان هذه خلاصة التوحيد حقيقة التوحيد حقيقة الإيمان ثلاثة تصديق بالقلب الإيمان ذقول إقرار باللسان أدين لا إله إلا محمد رسول الله وتطبيق بالجوارح والأركان. المعنى يسميد النظ لا إله إلا محمد رسول الله إلى قصد تبقض أين ثذفان فظليث الوضوء سوامان ولا شامان والزميضر ومان ذكال ضزرو ضرمل الصعيد الطيب ربي دينان فتيمموا صعيدا
طيبة. تشوف وجد ليسر هذا من اليسر. تظلي تزل سودوذ، صلي قائما، القيام ركن في حق القادر عليه. أما كندنا صاحب الرسالة ابن أبي زيد القيرواني، بالمناسبة الكتب كي كانت تدرس في المنطقة مليح، أتفتغ بعض العناوين كانت تدرس الوقت ويسمحار باش أتفتغ تفاصيل مهمة جدا في كتابنا قرى دينيغ ذي ثمناطا قلنا غطن الصغارين مليح زيه ذي الجوامع ولاش أمثورة الثانويات الجامعات إلى آخره ولاش، ولكن ذي الجوامع ذي ثمعمرين صغارين كتب العلم، كتب الفقه، كتب الشريعة، كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، كتاب المتن ابن عاشر، كتاب سيدي خليل كيس قرني مغاران ما كاين شرع عن سيدي خليل. ذا شو قصدا؟ المختصر الفقهي للشيخ خليل، ويمكن قرأ سيدي خليل وزيك تقدارا المقامات كاين سيدي سيدي ذيني ياك في معمرين ياك تسمنت في سيدي وثقي علامة صحة في المجتمع، علامة صحة المعنى يس لا لايرارشي لا القدر. سيدي فلان سيدي خليل المقصود المختصر الفقهي للشيخ خليل، وكذا كي مشهورة جدا الأنوية الكتاب متن الأخضاري وغيرها من الكتب اللي هي، ولكن هذه التي ذكرتها معروفة جدا توسنت مليح. في غادينيغ تظلث هذه الظلبة مسودوذ إمور زميرارة ينس استغيميث وقيد ليسر تيسير إمور زميرارة، ولو كان في ذي سيفوس مور زميرارة في ذي سازلماض مور زميرارة ثين جنيث ثين جنيث يعني مستلقيا على ظهره. ذا شو المعنى يستاقي فقيكو ليسر 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 موري زميرارة، ولو كان سوال نيس ثوالم كورونا نيور دوال إن شاء الله انسى ثوالا في قادة الشبان لأنه قادة يوضن الحالة أن داوري زميرارة يوالو هذه الظال سوال نيس يتماجيني هذه الفاتحة بعدين الله أكبر ركوع وبعدين سمع الله لمن حمده انسى ثاند قسويس. والصلاة صحيحة لا تعاد فظلتي الصحة اش نفهم لي سر ذي الظليث انو غال ذي العشور ماشي ونسعى اذيري ما ذي زكي خاطي الصدقة وسارة ثلاث ميلة العشور الزكاة الى قد صعود النصاب زيد امس قوساقي 110 مليون و 500 ألف الى القيمة ياقي أدي الزيف اللاس وسقواس، ولكن غلي سر ماذ ذهب إلى قبل ما ذي سعوم 85 غرام نغ 20 دينار وننزيه خطر زيك سعال المكاييل الموازين ماشي سالغرام يهضرن هضرن ست دينار 20 دينار ليكيفالون 85 غرام ماذ الفطة 200 درهم 200 درهم كثرة ذي الحديثة ذي الموطة كتاب الموطا الامام مالك امام دار الهجره يبود الحديث في صلى الله عليه وسلم ان 20 دينار سلقيس نزيك ثوره 85 غرام الفطاين 200 درهم ثوره 595 غرام ارنوذا الى قادي الزيف لاسو سكواس وكيد لي سر اسكواس كامل سخذ مذريميك شرعوا شي قرار في كيد والو الا ما دي الزيو سكواس الخير ربح زينا ما يقول هذا الخير كين غاكثر اتسفغض 2.5% وهذا من اليسر ربي يدي في كاطاس اشين يفكد كان شويط اي جليلا اي مغفان اي موضان وقاليس عن طلافه 8 الصناف على كلها موضين قادر يسعى الفقر صفة الفقر 8 الصناف
يدينا ربي في سورة التوبة الآية رقم 60، إنما الصدقات يعني الزكوات للفقراء والمساكين. الفرق يرسن التضييون ورسعة والو ويضي ساعة لابي نغي ساعة لانتريت يساعة بانسيون وري الحقاري مانيس وقي يستاهل الموي والحقاري مانيس يما يساعة موضان نغي ساعة عقال نطاس نغوري زميرارا هذه قبل الدونيث الشرع يناد في كاس ابن السبيل ولا ماذا ماركان تي في ثمورثيس اديا سر ثمورثنا اديا ويل حقيس الشرع يحرزس الكرامينس ذا ماركان تي في ثمورثيس يطفيث الحال ذم سفريد يعدد يرانا اديا ويل حقيس شرعا عنده سهم حفاظا على كرامته. وربي قال في سورة الإسراء الآية رقم 70 ولقد كرمنا بني آدم، كرامة الإنسان في آدميته، إنسان مكرم عزيز يسعى الحرمة يسعى القيمة. ثقي الزكاة أنا مي 2.5% شو لا والو شوية بارابور دي شو غدي فكار ربي سبحانه. ثقيك من اللي اليسر أنا ولا رمضان كيف كيف أذيو زون بلاد ما يزمر موري زميرة لا أثيف ذو ثورة ما يهلك كان الهلاك اللي كان مشطوح نورمال ربي ناد غادي سورة البقرة الآية 185 ميدي هضر ربي في أحكام الصيام الآية 183 كتب عليكم الصيام الميدي يوض ذي الآية 185 يعني فمن شهد منكم الشهر فليصمه إذا يرى شو ديننا يناد يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ليسر ليسر بعدين فعدة من أيام أخر وين يحسن إهلك ذي رمضان مجحلة أذي غرمو السنني المهم قبل دي الزيو سقواس قبل دي زيار رمضان وايض مقل كان وقيكوذ ليسر اليسر أنوها الحج كيف كيف الحج أذغى الحج يسعى أتصل أحكامك سعى نتيسير النبي عليه الصلاة والسلام اسمي دي حج ولا شم كان ندى دي عوذي والحديث أتص أم مكاني ذي عرفات ذي عرفات أم بعد اسمي يوض اليوم العاشر أسن العيد سقسنت الصحابة أسينيون يا رسول الله خدم شغلاقي قبل شغلاقي خطر إلى اللورد دي جور يقلقات يخدم بنادم ولكن كل يوم الحالة ينسم كيث الله أسيني يا رسول الله خدم شغلاقي قبل شغلاقي أسيني افعل ولا حرج أدي سوايض أسيني كيني خدم ما شم مدكولي وين كينا كين النظام أسيني افعل ولا حرج افعل ولا حرج يعني رافع عنهم الحرج وربينا في سورة الحج لا يثان قاروث باش نشوفوا الآية 78 إناد وما جعل عليكم في الدين من حرج تدست فرز داين أينكم من سنة يثمثا وقي قناص ليسر نغثو ذرث الليسر ذو حريشن العبادات أي المسلم على سبيل المثال أظن نقطة ثانكاروث با ثوذرث اللي سر ذي المعاملات أذ غافينا أذ يغزف ووال ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله أذ فتاك النماذج أذ زيورة قيوة القاعدة ذي الفقه ذا شو دلنا الأصل في العبادة الحرمة أو الحظر إلا بنص والأصل في المعاملات الإباحة إلا بنص وقي عنوان ذم قرآن يعني ذي العبادات أري جزارا أن عفظ ربي سوى سوين ديننا وقي المعنى إيس ونزميرا لنكوني أدن سنلفو العبادات أجضيت أن مشاورة سيني واش رايكم أن خدمي وسنتظلي ثاف العشرة عشرة الصباح أتسنر ثابي من سعر الحق
ناس نزكدي رمضان ناس نسنقسي رمضان ناس نفيكسي جانفي ديسمبر إلى هذه الشتوى يتعدى ياكو وخدي الصحارة نغل حجات نخدم مثل بغيض نغاس نفدلام كان أغدي صحراء الأصل في ذلك الحرمة أو الحظر أو المنع إلا بنص. ماذا المعاملات عكس تماما المعاملات الإباحة يعني أفريد اللي سر يوسع مليح مليح ذيم كلش مثلا ذي التجارة دير تجارة كما حبيت الله يعينك ما يعجبك السقي التجارة الإلكترونية وقسنا ولا جيزك وتنسينا لا ولاش الانترنت ولاش لا تكنولوجيا ميتجوز عادي تقيم لك خاميك أتخدم الديكونترا عقود خطر الذي الشرع ما يسمى باتحاد مجلس العقد الفقهاء أضرد اتحاد مجلس العقد أذمل الانسين نغث ثلاثة نغربعة أذخذ من العقد الزنزان وذيا وذي زنز وذي رهن وذي تورهن وكذا ذي تجارة أمشي رفرقا فايدا وقيم يقارن العقود مجلس العقد ولكن الشرع مدينة اتحاد مجلس العقد ماشي المعنى الاتحاد المكاني إلى قنقيم وذمسن خاطي الشريعة تسمح بإبرام العقود ما يسمى بالعقود الإلكترونية تجارة إلكترونية أديستانس عن بعد عادي المهم هذه الشروط الأساسية هذه الوضوح هذه اللي خذ من الحلال ما تشاذ مسفاما باش خذ من تجارة ذوين وريف غار ربي لا وين هذا الحرام نغاذ مسفاما سينا خذ من الريبة الريبة الحرام في كذا خاطي خاطر ربي الناد في سورة البقرة الآية 275 إن دو أحل الله البيع ضير علماء اللغة الله يبارك فيك ذاك أقطاب اللغة العربية منهم الشيوخ ينواتي ذاك الله يبارك أشدنا أل تفيد الاستغراق والشمول أل ربينا وأحل الله البيع الحلال البيع والشراء ولكن بعد وحرم الربا بصيغة قطعية ثبوتا ودلالة يعني يجزم ذي الشرع أين ديوسان دي القرآن مؤكد في السنة صافي ميل الإنسان أذي فعذي بيوع الغرر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر عن عقود الغرر عن الربا الاحتكار يكثي قذنا يكون الهرى التدليس الغش ميل يفعذ في ندم سيثي قذقين البيع والشراء أذ الحلال وقيقنص ليسر اليسر في المعاملات أذ ياسين وذي يخدم عقد المضاربة عقد القراض ويسمى عقد القراض ما تشي القرض القرض وحدس القرض ضار طال مقارن الطلافة أطول آية في القرآن ساقي آية الدين في سادي سورة البقرة الآية 282 عند دين ربي إذا يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ميزمرت ولا يوم ديونا ديني حبس صافي يونا ذي رضي لوايض أمل يونا ذي ورنوتير وقيد الآية صح أدي رحي وكين يرضي لي 10 مليون سنة ضي الله أنا ملي الغر النوتير ولكن داقي الأمر ماهوش للوجوب فهذيك شمل العلم كون ديك شمال العلم تروي على بالك سلت مليح ها اي باحا نكون حرز ربي ربنا فاكتبوه الفاء تفيد الفورية أداة عطف تفيد الفورية مع الترتيب هذا ما تقر في اللغة العربية فا معناه اكتب مع الأمر اكتبوه اكين اغلالا لا تفيد الوجوب هناك صوارف تصرفها عن الوجوب السغال للإرشاد فقط سفغات صوح من نوتر الله يبارك سفغات خمض الشهود الله يبارك سفغات من بلا عادي يجوز أي ركني مغارن أي المزيان
حرش مليح ما رانطنيون غادي نتقيون سيد فاميل تنغيون اللي تدارت اسيني اوين سيد سلاسن هذه روح سي مولانيس اكون قارن مرحبا يسون لا سلام نون ولكن ارث قبايليث ذي الميزان خاطر يزمر يوان بالك يتوالاس وين سير ظلن وريسعي الشهود وريسعي ناكان وريسعي الكاغض اماكن يخدمس الكوراج ادياس اكون يكون يبارك ربي سليغا سنديث مقبرث في المرحوم فافاث ونغ جديثوان ثورة مولا شغيليف من الميز زمرم إن كيني تسلس غس كذا وكذا خطر في صلى الله عليه وسلم يناد نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه إزمر ينادي السمح بلا ما يروح سي مولا أسينا ربي تعالى مضت تسلس غس الفلان يسمح غس عادي كل شيء ذي السر ذي لي سر سبحان الله أيث مثل عهضة كنص ربي أرشر عاقي النغر لها مليح أشوف نغر كان مليح أثنفهم سلمنهج يجي مغار نزيك سمحتي خاطر الله ميثودولوجي زوارناغ مليح زوارناغ مليح ناصر الدين مشدالي بويد منهجية الساقي تعتمد في كبرى الجامعات الله غالب يضيق الوقت ناصر الدين مشدالي ضربي في ولهن ضربي في وفقا يخدم منهجية كبرى الجامعات الساقي تطبيقا لا ميثودولوجي نس المنهجية نس لا ميثودي نس المنهج في غادي يدير بليزيك اي غير صغارين القران رنو صغارين فقبيلي صغارين تعرف اي غير صغارين ثاجر رومس اكي سميس ثاجر رومس الاجروميه اتسينا راك ديسفهمان وغديسفهمان باللي الامر لا يفيد الوجوب دائما الامر يسعى 18 المعاني 18 ماشي هيوان صافي ما صنديوان غافن فلاك 17 حذرك يعرق وفريد والا مشكله اتروح لسان العرب اكدينا ولا كيخدمني اتروح الاجرومية اولا يوم السلام اتروح الفية ابن معطي وكذا قبيلي صاحب الالفية اكدين يا شوك دنير اتروح الفية ابن مالك كيف كيف اتروح الى معجم مشهور اسمي معجم العين معجم العين اكي ذنتي لم زور دي فغنتي الدونيث يخدميث الخليل بن احمد الفراهيدي ويدخل مكان العروض موازين العروض فاعول المفاعل ذو ننسى صاحب معجم العين اسميس الخليل بن أحمد الفراهيدي لذلك غيث مثلا ثورة شكوني نيغ بضغط ثيارة ذي العقود نغذي المعاملات إلا مقارا التيسير نغد القراض وتسوار واليو القراض معنى عقد المضاربة ماشي القرضة أصاب مثلا يمثنا يسن تجارة يحرش لو سافوار يمثنا يسعى ذري مول سينارة تجارة هام شارع خذ من سينك وقي يسعى ثمو سنين وري الزميرة ذي خدم تجارة خطر لاش ذريم لاش لفون يمثنا يسعى ذري مول سينارة السوق أجين تجارة لو كان ذي كشم أذري ميسا ثيني جدي السوق ذا شو دين الشرع أستقار الشريعة خذ مثل عقد يراون اسمي عقد المضاربة نغ القراض أنت صاحب مال صاحب مال أنت صاحب معرفة أتخذ من العقد يجوز ذي الشرع واسم سفهام أمشي أثفظوم الربح ما ربحنا كني أهل طارة 50-50% يجوز ما إلا دو تير أن تير وقاسين كذا ويغ سين يحريشن في ثلاثة ما ربحان 600 مليون أذي 400 مليون وقي 200 مليون ما إلا ينيغوسي وقاسين نو تجارة وعار أقلع كذا وكذا كي ندفق هذا الشماغ أفي قنع أسين كيا وين دو تير يجوز كل هذه الصيغ جائزة ثقيل معنى يس لي سر لي سر لي سر أتي لي في ذت
أتيلي الصفا أوضح المعاملة كل شيء يسهل. وهذا تطبيقا للقاعدة الذهبية الأصل في المعاملات الإباحة إلا بنص. ثورة الخاتمة باش أن يذير ذي لسر إن شاء الله ميم يرانا أن يعقل ذث مثلا ذي الجيران أن معون في الخير أسيدي أن مسامح ما وين يشض يشض يستغفر ربي يعفو يغفر إي وين يشضني وخر ربي تسميح إلا قان سماح. ألا تحبون أن يغفر الله لكم وتسنت فرسي الشدة أن تفكان دي ليسر ربي غدي فكا فريد ليسر وكني فكا ربي الخير ونتي خير أغيا ويا ربي جميعا فريد سلامة ورثكين داما جيغاون ثلويث أرثي من الليث سلام ربي في اللون.